فلما انت يكون عندك منتج انت باخذه من السوق حتى ببلاش، تمام، وحاط المنتج هذا، والمنتج هذا استخدامك الفعلي له ما يتجاوز ال 15%، 10 في احسن احواله 15% من امكانياته، وبالتالي انت عندك فائض حتى وان كان متميز انت ما انت في حاجه. والفائض هذا هيسبب لك عبء في مراحل متقدمة، انك انت هتدفع استضافات عالية، هتستهلك وهتأجل سيرفرات يعني عالية الكفاءة، لأنه انت عندك فائض ما بتصرف. بالضبط زي الشخص اللي يشتري سيارة 4x4 وهو ما عنده إلا يعني أسرة صغيرة مكون من 4 أفراد، وما عنده مشاوير إلا مشاوير داخل المدينة، يعني ما يطلع الكتمان الرمدية ولا يروح مشاوير بعيدة ولا أي شيء. وبالتالي بغض النظر عن نوع المشاوير هيدفع تكاليف عالية، لأنه البنزين ما فيها بيصرف مثلا، وقطع غيارها غالية، كل الكلام هذا هيطلع، شايف؟ فبالتالي الفائض الموجود في الحلول التقنية هو يعتبر مشكلة بالنسبة للأشخاص اللي استخدامها بسيط، ما حيلاحظوا هذا الشيء، ولكن كل ما زاد عدد المستخدمين كل ما بدأت التحديات هذه تطلع. تمام. والمبالغ اللي تم توفيرها في إيجاد الحل، يعني الحلول هذه تكون مجانا، اللي تم توفيرها ستدفع مستقبلا في فواتير الاستضافة، خصوصا تأجير السيارات، هتدفع كل المبالغ اللي انت كنت تدفعها هتدفعها كلها. كل ما زادوا عندك يعني الإقبال على الموقع، كل ما زاد الاستهلاك، تمام، وصعوبة التغيير كل ما كان فيها التزام، والتزامات مع الجميع صعب انك تتغير. وفي غالب هذه الأنظمة استخراج البيانات يكون معقد، أتوقع إنه يعني مقصود بطريقة إنه يخليك تعيد التفكير في الاستغناء عنه، ما تقدر تستغنى عنه، تمام؟ خلاص يعني اتدبست، شايف؟ عشان كذا يعني الاحتياج عندك كان يعني في البداية سهل، كنت بس تغير الاختيار، بس الآن خلاص، الآن أصبح الموضوع صعب، وحله كمان مكلف أكثر بكثير من حل إنك أنت في البداية كنت تختار بس.